تحس انك رديت الدين للكويت؟ لا بعد الديرة طالبني اكثر، وانا الحين يعني جهود جاي في الصحه الموحده ابي ارد اكثر للكويت، مهما سويت لها مستحيل اني ارد لها الدين. محمد امير الخميس، الاستاذ المساعد في علم الاوبئه والاحصاء الحيوي، كليه الصحه العامه جامعه الكويت. طبعا اول شيء احب اشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله والقيادات الساميه والمملكه وشركه المراعي الراعي الرسمي لهذه الجائزه، وامانه الجائزه والجمعيه البيطريه السعوديه اللي هم طبعا وراء كل هذه التنسيقات الأمور هذه كلها. وطبعا أحب أهدي فوزي هذا حق سيدي صاحب السمو ولي عهده والشعب الكويتي. طبعا جائزة المراعي، أول شيء نتكلم عن شركة المراعي. شركة المراعي تعتبر من أكبر شركات الغذاء على مستوى العالم العربي والعالم كذلك يعني، وواحدة من الشغلات الأساسية في شركة نموها هذا، غير أن عندها جودة في الغذاء اللي قاعد توفره، وغير أن عندها يعني الكميات الهائلة اللي قاعد توفرها في المنطقة، أنها قاعد تهم تستثمر في الأطباء البيطريين اللي هم يعني على مستوى الخليج وعلى مستوى يعني المملكة العربية السعودية. طبعاً سبب فوزي في الجائزة كطبيب بيطري، طبعاً أنا عندي دورين بعد ما خلصت دكتوراه في علم الأوبئة البحتة البشرية والحيوانية، كان تركيزي اللي هو على جهود التقصي الوبائي للجوائح الحيوانية والإنسانية والمشتركة، ومنها جائحة إنفلونزا الطيور. فبعد ما تخرج كنت أشتغل مع جامعة مينيسوتا كأستاذ مساعد مساند، وكان شغلتي الأساسية اللي هي مساعدة الشركات الكبيرة عن طريق جامعة مينيسوتا في الأمن الغذائي. كان هنالك جوائح تحدد الأمن الغذائي في على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، فكنا ندرس هذه الجوائح، نسوي لها نمذجة رياضية، نسوي لها تنبؤات، نشوف أماكنها مواقعها نتحكم فيها، وطبعا نعطيهم بوليسيز من هناك. فكنت أنا من ناحية علم الأوبئة كنت يعني مركز على هالشغلة. الشغلة الثانية كذلك يعني دور يعني اشتغلنا في جائحة كورونا مثل ما يعني انت عرفت شايفين. وطبعا مثل بالنهاية احنا لما نتكلم عن جائحة الكورونا، جائحة الكورونا اصلها حيواني، طلعت بدايتها من الحيوان، واغلب الامراض المعدية اصلها من الحيوانات. الطب البيطري يختلف عن الطب البيطري نفسه، يختلف عن باقي يعني العلوم الصحية في شغلة واحدة، انك شغلة تحتاجها كل يوم. شلون؟ اول شيء نتكلم عن الغذاء اللي يوصلك، هذا كله شنو منصف الاولى اللي قاعد يوفر لك هذه السلعة الغذائية الاساسية، وإذا نقص منها يوم الأيام شيء مثل ما احنا مثلا صارت في أزمة كورونا تشوف تصير فوضى، صح ولا؟ فالأمن الغذائي فعلا مهم في سواء كان عندك أزمات أو غير الأزمات. ودائما المواطن متعود على شراء سرعة بسعر معين، باكر تتفاجئ إذا السعر راح تدبل. ليش؟ لأنه صار في مشكلة في جائحة أثرت على وجود هذه السلع الغذائية اللي هي من أصل حيواني. التحدي دي أنك تطلع حلول، أنت عندك مشاكل الحين، مشاكل في الغذاء، مشاكل في صحة البيئة، مشاكل في صحة الأداء، ومفهوم الصحة العامة هو اللي يوفر لك الحلول المستدامة مو الحلول المؤقتة. يعني أنت تلاحظ مثلا عندنا وايد مشاكل، خلينا نتكلم عن الصحة العامة مثلا، السمنة والقلب، إيش كثر احنا سوينا حملات على باستخدام مفاهيم الصحة التقليدية ما حليناها للحين، صح ولا لا؟ لأن ليش؟ لأن القائمين على الصحة العامة دائما يكون غالبا يكون منظورهم 1+1=2 أو علاقة طردية. هذه لا، مشاكل الصحية مو حلها بعلاقة طردية أو ستريت فورد. مشاكل الصحية معقدة أكثر وتحتاج حلول أكثر يعني حكمة وربكة، وهذا عن طريق الصحة الموحدة.